من اللي ماسكين مفاصل الرياضة اليمنية أو الكرة اليمنية. المنظومة بشكل عام للأسف الشديد ما تملك فكر ولا تملك روزنامة ولا وليس لديها تخطيط على المدى الواسع. أشياء أريد أن أسأل سؤال مثلا، يعني هل لدى اتحاد القدم روزنامة 2024، بطولة 2024 أو الأنشطة كم الحين اللي حي ينفذوها في 2024؟ استحالة. كل اتحادات العالم عندها روزنامة معينة، عندها أجندة معينة، عندها خطط ل 2024، احنا ما عندنا. لذلك السبب هذا يعود انه جينا الى ضيق الوقت، سبب نغمة ضيق الوقت. احنا الان للاسف الشديد لاعبينا رجعوا لانه ما عنده خطط، لانه اتحادك ما مبني على خطط، ما مبني على برامج معينه، ما مبني على استراتيجيه معينه للاسف الشديد. طيب انت لما رجعت اللاعبين ليش؟ رجعت اللاعبين لانه حيكون عليك ضغط مادي اما في مصر او في السعوديه. رجعت اللاعبين لانه للاسف الشديد ما عندك رؤية معينة، ما تقدر تنظم مباراة دولية، ما تتحمل مباراة دولية بحيث انهم يلعبوا فيها. طيب رجعوا اللاعبين حيلعبوا مع من؟ حيرجعوا اللاعبين حيلعبوا مباراة واحدة فقط لا غير، وبعدين